معنا للمزيد من المتابعة دكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام. دكتور أهلا بك يا فندم. يعني يا فندم، أبرز التعديلات اللي جاءت لحضراتكم على مشروع القانون، ودي تاني مرة يمكن قسم التشريع يبعت لحضراتكم تعديلات على القانون، شايفها ازاي؟ طبعا لا شك ان هذا القانون منذ جاء الى المجلس منذ عام 2016 مر بمراحل عدة. المرحلة الاولى كانت عندما كان مشروعا للقانون، اكثر من عام شاركت في اعداد هذا المشروع نخبة من شيوخ العمل الصحفي والاعلامي، حتى جاء الى المجلس. ومنذ جاء الى المجلس ونحن في كثير من الحالات جلسات استماع، ثم اخذنا راي اكثر من 8 مؤسسات اعلاميه، يمكن ليس فقط ما ينص عليه الدستور ولكن توسعنا في ذلك. مراحل نقاش داخل اللجنه، وتلتها مراحل نقاش داخل الجلسه العامه، وفي بعض الاحيان راجعنا ايضا الى الحكومه في بعض المواد. نتذكر في كان هناك ماده في قانون الصحافة القديم حكمت المحكمة بعدم دستوريتها، وقررنا أن نعود بها إلى الحكومة مرة أخرى ونأخذ الرأي القانوني فيها. وها هي دعيني أقول المحطة الأخيرة، أرسلنا بعد بدء الموافقة الفعلية وبدء المناقشات في الجلسة العامة بالمجلس، أرسلنا إلى مجلس الدولة لكي نتيقن من يعني الخطوة الأخيرة، وأن كل الأمور تتم على بشكل دستوري. وللأسف الشديد يعني المواد التي كان يثار حولها لغط في الفترة الأخيرة لم يأتي من مجلس الدولة أي نوع من أنواع التعليقات عليها، ولكن جاءت التعليقات على مواد أخرى ربما لم نتنبه لها نحن كلجنة، ولم يتنبه لها مجلس النواب، ولكن رأى مجلس الدولة وخبراؤه القانونيين والدستوريين رأوا فيه بعض الشوائب التي ينبغي التنبه إليها، وها هي الآن تعود إلى مكتب المجلس ويناقش المكتب الفني للمجلس هذه التفاصيل الدقيقة بخبراء قانونيين. ربما الأمر يعني أعتقد أن هذه هي التتمة التي تجعلنا أمام نص قانوني بمعنى الكلمة يضبط كل ما كان غير مظبوط. يمكن دكتور نادر من ابرز الملاحظات التي جاءت في المواد انه البرلمان، او يعني عايز اسالكم ليه لم يضع البرلمان في القانون الاطار العام اللي بيحكم منح تراخيص للصحف والمواقع؟ في بعض الاحيان يعني انا بتكلم من خلال مناقشاتنا في لجنه الثقافه والاعلام، وهذا ما يعني استطيع ان اتحدث حوله، لان يعني باعتباري عضو في هذه اللجنه، في بعض الاحيان كنا نرى ان هناك تفاصيل ممكن ان يعني تصدر في اللائحه، اللائحه التنفيذيه للقانون، ويعني تتضمن الامور اللي القانونيه الدقيقه اللي هي كيف ندفع او كيف نستخرج، او يعني حضرتك معايا يعني بهذا الشكل، يعني كان هذا هو الفكر في بعض المواد. ما وان قرر مجلس الدولة أن يتم تضمين هذا داخل القانون، أعتقد أن الأمر لن يطول، يعني سيكون الأمر باعتقادي قابل فعلا لإضافة هذه التفاصيل. إنما يعني أنا أتذكر كلمة دائما كانت تقال داخل النقاش، أن الشيطان يكمن في التفاصيل، فكنا نبتعد كلما اقتربنا من وضع تفاصيل دقيقة أو إجراءات دقيقة نقول لا، يعني ممكن الحكومة بعد ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون نضع كافة هذه التفاصيل، ولكن بالفعل هذه إضافات جيدة. نحن نرغب في هذه الإضافات، وكان لدينا عديد من الأسئلة رجعنا بها مرة ومرات إلى الحكومة لكي يتم الإجابة عنها. يمكن في مادة أخرى يا دكتور لو تسمح لي بس لضيق الوقت، أنه قسم التشريع ذكر في مادة بعينها أعتقد المادة 12 أنه بتعتدي على حرية الصحفي أو الإعلامي، أنه لازم أو يعني هناك شرط أنه بيأخذ تصريح أو ما شابه قبل حضور مؤتمر أو جلسات. كيف ترى هذه الملاحظة يا فندم؟ إلى أي مدى هي بتخنق فعلا؟ كانت لدينا في هذه المادة تحديدا نفس المخاوف ونفس يعني نفس الرأي، ولكن يعني دعيني يعني أتحدث تحديدا كانت بخصوص بعض التصوير في الأماكن يعني التي تحتاج تصريحات. يعني كنا بصراحة
طب لم تحدد هذه الاماكن بعينها يا فندم، كان اسهل من ان انا اعمم مساله المؤتمرات والجلسات. هذا هذا هو ما وصل القانون الى مرحله الكمال القانوني او الدستوري. يعني انا في اعتقادي ان هذه النقطه تحديدا يعني اقولها بكل امانه وبكل اخلاص وبكل وضوح، يعني اعضاء اللجنه جميعهم سيكونوا سعداء بهذه الاضافات، لان احنا في معظم الوقت كنا نريد ان نستعين بخبراء قانونيين. معظم اعضاء اللجنه لا، هي دي فندم اعتقد ما لهاش علاقه قوي بالشق القانوني على قد ما لها علاقه بحريه الصحفي. اسمحي لي بس اوضح حضرتك الرؤيه لحضرتك. القانون من ناحية حرية الرأي والتعبير كما ذكرت يتطابق مع الدستور من جهة، ويتطابق مع المعايير الدولية سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا بشهادة الأستاذ الدكتور علي عبد العال باعتبار رئيس المجلس وأحد من شاركوا في وضع الدستور ولديه يعني الخبرة القانونية اللازمة. ولكن هناك بعض التفاصيل الدقيقة، مسألة أين يعني هل نستطيع أن نترك أماكن بعينها يتم التصوير فيها بدون اي اجراءات، هذه معضله وكنا يعني نتناقش في داخلها. طبعا مساله الحريه كامله، ولكن تفضل يا دكتور. فقط الرغبه كانت في اجراء بعض التصاريح لاماكن قد تكون لها، ما هي بعض دي ما وردتش يا دكتور، وحضرتك اكيد ادرى انه الاصل في الدستور هو الحريه، ويمكن قسم التشريع نفسه راى انه هذا تضييق على الصح العمل الصحفي. واذا كان حضراتكم زي ما حضرتك ذكرت انكم متفقين مع هذا الامر، ليه الماده مشيت بهذه الطريقه؟ احنا ان شاء الله رب العالمين في بعض المواد معادل، يعني نتذكر جميعا ان القانون لم ينتهي بعد، واننا ارجعنا بعض المواد لاعاده المداوله، وفي هذه المرحله نحن طلبنا الراي القانوني والدستوري. وها هو الراي القانوني والدستوري يتم مراجعه مواده، وفي اعتقادي ان الجلسه القادمه لمجلس النواب ان شاء الله رب العالمين ستشهد المزيد من المناقشات. طبعا النقاش في هذه الامور لا يعيد مشروع القانون، يعني الامر لم ينتهي بعد، وما زالت امامنا الفرصه، ونفس الجدل الذي اثير على العديد من مواد القانون. انا شخصيا هناك العديد من المواد التي كنت ارفضها بشده داخل المجلس، انما حضرتك تعلمي ان الامر في النهايه يعود الى الديمقراطيه. عايز اسال حضرتك يا دكتور، بعتذر على المقاطعه ولكن مش الوقت. اسمحي لي اكمل الجزء ده، لان هذا هو لب الحوار. هذا هو لب الحوار، مساله الديمقراطيه. هناك بعض المواد الاغلبيه هي التي تمررها. تمام؟ القانون الى الان لم يتم الموافقه عليه، ولكن ينبغي ان نحترم. يعني الاغلبيه مررت هذه الماده يا فندم بتضييق على الصحفي، على العمل الصحفي؟ الاغلبيه في مجلس النواب كانت تقف بكل قوه مع المزيد من حريه الراي والتعبير. فقط هناك مواد تم الخلاف حولها، وتم اعاده اجراء اعاده يعني تم ارجائها لاعاده المداوله. طيب نقطة ثانية دكتور، يعني بالنسبة للمادة 54 كان انه السماح للمجلس الاعلى للاعلام بترخيص للقنوات دون الالتزام برسوم المقررة على نفس المادة، ويمكن القسم هنا رأى انه ده نوع من انواع التمييز الواضح وغير المبرر. ايه رأي حضرتك؟ ربما لا، انا محتاج ارجع ثاني للمادة اللي حضرتك بتتكلم عنها لكي اتابع يعني راي مجلس الدوله. اختلاف الرسوم يا فندم من جهه لاخرى، لماذا هذه الماده بعينها؟ لا انا شخصيا مش يعني محتاج نص الماده امامي حتى اراجع اذا كان فعلا هناك، يعني انا لا اتذكر ان يعني انا هقولها وطبعا حضرتك يعني بس التوضيح للمشاهدين، هو هذه الماده منح المجلس الاعلى استثناء حق استثناء رسوم لقنوات او لاشخاص دون الاخرين، يعني بتختلف، ما فيش يمكن رسوم محدده وواحده لكل القنوات اللي يمكن بتقدم لتراخيص، ده حق للمجلس الاعلى للاعلام. طيب يعني حضرتك بتقولي كده ما جاء من دي الماده يا فندم، ويمكن قسم تشريع اللي هذا ما جاء من مجلس الدوله، انا بس بتكلم على اساس ان احنا نقرا الماده مع بعض، هي دي روح اعاده المداوله. تمام، ان احنا بنشوف التعليق وبنرجع تاني لنص الماده وبنسمع اراء مع وضد، وهذا يعني لا شك ان هذه روح يعني ايجابيه للغايه، ان يتم المراجعه من كذا جهه و في اوقات مختلفة وتقوم هذه الجهات بإعطاء رأيها مكتوبا. اعتقد ان دي روح يعني يغلب عليها روح الديمقراطية وروح التحكيم.
التقييم، وان احنا بنرجع في كل تخصص الى الشخص المسؤول عنه. طيب انا عايز اعرف دكتور بعد اذنك، يعني بعد يعني لديكم الان هذه الملاحظات من قبل قسم التشريع، ما هي الخطوات الحاليه لضبط هذه المواد؟ يعني اعلن رئيس لجنه الثقافه والاعلام والاثار النائب اسامه هيكل ان هذه الملاحظات يتم مراجعتها الان في المكتب الفني المسؤول عن الصياغه القانونيه والدستوريه داخل مجلس النواب، وفي اعتقادي ان سيتم ان شاء الله رب العالمين تلافي كل هذه النقاط التي يعني كان فيها عوارا دستوريا، واعتقد ان شاء الله رب العالمين ان ترجع الامور الى الجلسه العامه وقد خلت من كل هذه المشكلات ليتم اعاده المداوله مره اخرى والتصويت عليها. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور نادر مصطفى امين سري لجنه الاعلام بمجلس النواب.